بيعود رمضان موجود على دكة البدلاء، بيعود عبد الله السعيد طبعا بيقود بيقود بيراميدز من جوه الملعب، هو اللي تصدى كمان للكورة دي تحديدا بنفسه عبد الله السعيد، ضربة حرة اخذ الفاول وهينفذه بنفسه ولا هيسيبها الكريم؟ لا هو عبد الله، يا عبد الله، الله الله يا عبد الله، عبد الله السعيد لعيب زي الحديد مالوش حل مالوش حل، ياخد الفاول بنفسه وينفذه بنفسه ويترجم الكرة الى اول اهداف المباراة في شباك محمد صبحي، اول اهداف اللقاء عن طريق النجم المتألق عبد الله السعيد اللي بالمناسبة بيرفع رصيده الإجمالي في الدوري في تاريخه في الدوري ل 123 هدف، ما شاء الله اقتحم نادي المئة وماشي ومنطلق وصل ل 123 وكمان مئوي، مش أهداف بس عبد الله المئوي ده أهداف وصناعة كمان، معدي ال 100 أسيست مع الأندية والفرق اللي لعب لها. أول أهداف اللقاء عبد الله السعيد يترجم تفوق بيراميدز في اول 23 دقيقة في هذه المباراة بالوصول بالمحاولات بالفرص، يدي الفرصة ترجع الكرة تاني الى مصطفى شلبي بيمينه، مصطفى يلفها عالية جوه المنطقة وفرصة للتسديد والتعادل، دونجا 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 يطلق قذيفة صاروخ من يدوب على حدود منطقة الجزاء ما يشوفهاش أحمد الشناوي، ودونجا على التألق ناوي، صاروخ من نبيل عماد دونجا البديل ينجح في التسجيل ويتعادل للزمالك بقذيفة أرض أرض، بعد ما دخل في الشوط الثاني يسجل أول أهداف الزمالك هذا الموسم، يفتتح التسجيل للفارس الأبيض في الدوري لهذا الموسم. ادي كرة مصطفى والكرة من بدايتها من بدايتها عالية جوه المنطقة تترد من دفاع بيراميدز، وفورا دونجا ببطن رجله من خارج حدود منطقة الجزاء وكأنه بيركن ضربة جزاء وكأنه بيركن ضربة جزاء لكن من مسافة ابعد شوية ما يشوفهاش الشناوي غير وهي في الشبكة. دونجا صاحب أول أهداف الزمالك هذا الموسم بكرة مرتدة من دفاع بيراميدز يقابلها فورا في الشباك ويمنح أوسوريو سبب ومبرر للفرحة مع الزمالك، مختلف نوعا ما في الشوط الثاني، الزمالك أفضل بكتير من الشكل اللي ظهر عليه في الشوط الأول، الشوط الثاني لا أفضل بكتير. مصطفى شلبي وضربة ركنية من الجانب الأيمن يلفها عالية والتاني التاني زملكاوي، الزمالك أفضل بكتير، لسه بنقول لسه بنقول، وبالفعل السنغالي بيسجل هدف غالي، إذا كلمة السر هي دكة البدلاء، كلمة السر بوسة من أوسوريو للمدرجات للاعبين للجمهور لان تبديلاته يراهن على دونجا ويسجل له التعادل ويراهن على ابراهيم انداي ويسجل له الهدف الثاني. ابراهيم ولعبه عظيمه، ادي الركنيه وادي الراسيه في الزاويه المتواجد فيها احمد الشناوي في المكان المتواجد فيه حاول فيها احمد الشناوي لكن الكوره كانت قويه سريعه، مرتدات زملكاويه في ظل هذه السيطرة البيراميدزاوية على الأرض التوري مرة تانية إلى إبراهيم عادل عالية جوه منطقة الجزاء يشيل محمود علاء لسه والتعادل، التعادل لبيراميدز، رامادونا يدخل كبديل وهو كمان ينجح في التسجيل، يأتي رمضان صبحي من على دكة البدلاء ليعيد المباراة لنقطة التعادل من جديد. ايه اللقاء ده؟ ايه المباراة دي؟ لسه كنت بفكر حضراتكم بمباراة التعادل الشهير المثير، التعادل 3-3، مباراة
مباراة الليلة الحقيقة لا تقل إثارة في مجرياتها في تقلباتها، بعد ما تقدم بيراميدز يتعادل الزمالك ويتقدم، لكن الآن يأتي رمضان صبحي ليسجل هدف التعادل بلمسة واحدة وهدف رائع صناعة إبراهيم عادل وبطن رجله فورا فيرست تايم، ما فكرش مرتين رمضان فورا ببطن رجله